بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم الدرس الثاني من مادة التوحيد بعنوان الله الرزاق للصف الأول الابتدائي. بمشاركة أسرتي نعدد أربعة من المخلوقات التي يرزقها الله. نريد أربعة من المخلوقات التي يرزقها الله عز وجل. يرزق من؟ الإنسان، ويرزق من؟ الحيوان، ويرزق الجمل، ويرزق النمل، ويرزق الطائر، كثيرا من الأشياء. الإنسان، الطيور، الأسماك، الجمال. الله الذي يرزقني، تفضلوا هذا الطعام الشهي، عصير، وكما نرى هذا الرزق الكثير، يجب علينا أن نحمد الله عز وجل الذي يرزقنا كل شيء. الله الذي يرزق الناس بالحليب و بهذه الفواكه والخضروات الطازجة. الله الذي يرزق الحيوان والطير، العصفور كما نرى يضع الطعام في فم صغاره، هذا الخروف، هذه السمكة، سمكة القرش. يرزق الله عز وجل مخلوقاته. هنا ألون الجملة الآتية: الله يرزقني، الله يرزق الحيوان، الله يرزق الطير، الله يرزق الطير. استمع إلى أبي وهو يحكي لنا القصة ثم نجيب. جلس عبد الله على الأرض في الحديقة يتأمل سرب نمل، فرآه أبوه فقال له. عبد الله جالس ينظر إلى هذا النمل. إلى ما تنظر يا عبد الله؟ قال عبد الله: أتأمل النمل يا أبي. عادي، فكر في النمل ده. ثم سأل عبد الله أباه: كيف يحصل النمل على الطعام يا أبي؟ ابتسم الأب وقال: الله عز وجل خالق كل شيء ورازق كل مخلوق. الله عز وجل خالق كل شيء ورازق كل مخلوق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي دابة تدب على الأرض، يعني تمشي أو تتحرك، الله عز وجل تكفل برزقها. فالنمل وكل المخلوقات تسعى في البحث عن طعامها، والله عز وجل يوفقها ويرزقها. ولو لم يرزقها الله تعالى لظلت تبحث عن الطعام بغير هدى حتى تموت جوعا. هنا سؤال: الذي يرزقني ويرزق الحيوانات ويرزق كل المخلوقات هو الله عز وجل. الله عز وجل. هنا ننظر إلى هذه الصورة العجيبة: الطائر يضع الطعام في فم طائر آخر. هل هو ابنه؟ هل هو صديقه؟ الله أعلم، ولكن الله عز وجل جعل هذا مصدر رزق لهذا، كما أن فيه رحمة وفيه يعني كل معاني الرحمة تظهر في هذا الطائر، حيث يرحم هذا الطائر هذا الطائر، ويسعى بطعامه ويتبرع بطعامه إلى ابنه أو إلى صديقه.
هنا السؤال: من الذي يرزق الناس والحيوانات والطيور؟ سمعتكم تقولون الله عز وجل هو الرازق لكل الناس والحيوانات والطيور. وهكذا نكون قد انتهينا من درس الله الرازق. ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.